يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواقي الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة التاسعة بعد الثلاثمائة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام
على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام، حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول، إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة، دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة،
إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى هذه اللحظة الفاتحة
هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. مر الكلام في بداية هذه الحلقات في نظرية هذا الموضوع، ثم انتقلت إلى تطبيقات عملية على أرض واقعنا الشيعي. التطبيق الأول: الضجة الشيعية العراقية السخيفة بسبب حفلة المغني المصري محمد رمضان. مر الكلام في هذا وفي سخفه وتفاهته، لأنني أتحدث عن واقع شيعي مرجعي مرجئي بتري عباسي تافه، وتفاهة هذا الواقع من تفاهة مراجعنا، وسخف هذا الواقع من سخف حوزتنا، وحقارة هذا الواقع من حقارة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف. انتقلت بكم إلى التطبيق الثاني، إلى أضحوكة ألعوبة، قولوا ما تشاءون. التطبيق الثاني عنوانه: المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. وكان الحديث في ستة أقسام، آخرها كان في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأتناول التطبيق الثالث. التطبيق الثالث هو التطبيق الأخير في هذه التطبيقات، يشتمل على شقين. الشق الأول مثال من الوسط المرجعي، من الوسط الحوزوي، والشق الثاني مثال من واقع عامة الشيعة، قد يكونون من النخبة بدرجة من الدرجات. إذا ما تم كلامي في هذه التطبيقات فإن الحلقات القادمة ستكون أجوبة على أسئلة متفرقة. سأجيب على بعض من الأسئلة الكثيرة التي تردني، وأعتذر مقدما لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أرسلوا أسئلتهم ولا أجد وقتا كافيا للإجابة عليها في مجموعة هذه الحلقات. أتمنى أن أجد لها وقتا في قادم الأيام كي أجيب عليها. إذن نحن في التطبيق الثالث من تطبيقات موضوعنا. موضوعنا عنوانه واضح: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء، والإرجاء هو التأخير.
مر الكلام في كل هذا. التطبيق الثالث بخصوص الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قطعا سأتناول جانبا من هذا الموقف، إذا أردت أن أغطي هذا الموضوع فأنا بحاجة إلى عشرات من الحلقات، ولقد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا. للذين يريدون أن يطلعوا على التفاصيل الواسعة فليعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق على سبيل المثال، وهو برنامج طويل مفصل، وبحاجة إلى دراسة، إلى دراسة ومناقشة ومباحثة بعمق. أقول للذين يريدون أن ينتفعوا من هذا البرنامج وأخوات هذا البرنامج، على أي حال إنني سأسلط الضوء على جانب، على جهة من الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الحلقة سأأخذ مثالا من أجواء المرجعية ومن أجواء الحوزة. المثال الذي سأأخذه المرجع المعاصر كمال الحيدري، وإنما أخذته مثالا لأن الأسئلة التي عندي ترتبط بموقفه من حديث العترة الطاهرة. على أي حال للذين يريدون التفصيل في الموضوع عليهم أن يعودوا إلى برنامج بصراحة، برنامج قدمته على هذه الشاشة، ناقشت فيه موقف كمال الحيدري من حديث العترة الطاهرة وما طرحه من متبنياته البترية المرجئية المخالفة لمنهج العترة الطاهرة. برنامج مفصل بإمكانكم أن تعودوا إليه. في هذه الحلقة سأعرض جانبا من موقف كمال الحيدري، أخذته مثالا من أجواء المرجعية الشيعية البترية ومن أجواء الحوزة الشيعية البترية المرجئية المقصرة. في البداية سأعرض بين أيديكم هذا الفيديو، وهو مأخوذ من برنامج للحيدري على قناة الكوثر. هو الذي قاله الإمام الرضا في صفحة 272 من عيون أخبار الرضا الجزء الأول، قال التفتوا، قال: يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. على ماذا؟
على دوائر ثلاث. الدائرة الأولى الغلو، والثانية التقصير في أمرنا، والثالثة التصريح بمثالب أعدائنا بأسمائهم. هذه هي الدوائر الثلاثة التي حاول أعداء المذهب ومخالفي المذهب ماذا يفعلوا؟ التفتوا لي يا أعزائي، ماذا يفعلوا؟ ها؟ أن يشوهوا محاسن كلام أئمتنا بمساوئ ماذا؟ بمساوئ هذه الكلمات. إذن الإمام سلام الله عليه التفتوا بالضم بين هاتين الجملتين، إذن ذكروا مثالب أعدائهم بأسمائهم من محاسن كلامهم ومن كلمات أعدائهم ومخالفيهم. حسب الرواية، حسب هذا نصوص أمامنا، نصوص نصوص. إذن أعزائي، أي فضائية، أي قناة، أي منبر، أي معمم، أي متكلم أراد أن يتكلم بلغتي ماذا؟ بلغتي أن نسلبهم بأسمائهم، اطمئنوا، يدخلوا في دائرة ماذا؟ في دائرة مخالفي وأعداء مدرستي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا خبط وخلط وضلال وتفاهة وقلة فهم بالمطلق. هذه الرواية التي تحدث عنها يقرأها من دون فهم لتفاصيلها، سأبين لكم. ها هو يتحدث عنها، وسأعرض لكم فيديو آخر من دروسه الحوزوية في نفس المطلب فيما يرتبط برواية إمامنا الرضا التي نقلها لنا إبراهيم ابن أبي محمود. المصدر الذي يقرأ منه هو هذا بين يدي، إنه الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. رجاءً اعرضوا لنا الفيديو الثاني. ولذا تجد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، سلام الله عليكم أئمة أهل البيت، اللي هذول مظلومين الدنيا هسه إن شاء الله في الآخرة بعد مو مظلومين إن شاء الله. هذا عيون أخبار الرضا، هذا اللي أنا الرواية اللي قرأتها في على الفضائيات مولانا اللي إلى الآن مسوية كذا. عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 272. قال الإمام رضا، طبعا هذا إذا الإخوة يردون يبحثون هذه الرواية أعزائي الباب حتى الباب 28 فيما جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا من الأخبار المتفرقة، رقم الرواية 63، الباب 28 طبعات مختلفة، رقم الرواية 63. الرواية هذه، قال يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. عجيب، مخالفينا وضعوا أخبارا ماذا؟ في فضائلنا. بينك وبين الله هذا بنية حسنة لو بنية سيئة إذا كان مخالف، شنو؟ ما تقدر تقول لي بأنه بيني وبين الله هسه فضلا عن مؤيديهم، هذول مخالفيهم هكذا كان يفعلون. إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذا اللي الآن نستند إليه بعد كتاب البدعة وكتاب الاستغاثة ومطاعن ما أدري فلانه إلى آخره. وذن إذن
لا أقل احتمال، أنا ما أريد أجزم هذا صحيح ذاك خطأ، لا أقل تحتمل أو لا تحتمل. هسه التفت لجيد، لماذا فعلوا ذلك؟ قال: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. وهذا اللي الآن أمامكم دا يحدث، وهو أنه دا يكفرون ويدا يذبحون الشيعة ويفجرونهم 200 200 في الهند وفي باكستان وأفغانستان والعراق وكذا، بعنوان شنو عزيزة؟ بعنوان شنو؟ بعنوان ذول الكفار مغالين ملا. أنا أتصور حتى لو كانت هذه مقاماتهم يقينا ما كانوا يصرحون بها. لماذا؟ خوفا على من؟ على شيعتهم. هم أساسا سلام الله عليهم كانوا، بعد ارجع لصاحب الحدائق يقول هم أوجدوا الخلاف في شيعتهم حتى يحفظوا من؟ حتى يحفظوا شيعتهم. فما بالك لعد يقولون هذا الكلام. التفت جيدا، يقول: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا، احفظ جيدا، بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. ولذا الإمام سلام الله عليه ما يمنع يقول بأنه أنت الآيات القرآنية قالت ألا لعنة الله على الآيات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم كذا، مو مانعة، لا مو مانعة، هذيك عناوين عامة. نعم، المشكلة أين؟ شنو؟ في المصاديق، في الأسماء، هنا المشكلة. ولذا الرواية تقول سلبون أعداء بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والرواية موجودة ومعتبرة في روضة الكافية أعزائي، أول رواية وهي الرسالة الإمام الموجهة إلى شيعته، قال ومن أظلم ممن استسب الله فينا. ليش؟ لأنه يسأله سؤال يقول ابن رسول الله هؤلاء كيف يسبون الله؟ يقول لا، هؤلاء لم يسبوا الله، يسبوا أولياء الله فهو سب لله. من حارب وليا لي فقد ماذا؟ فقد حاربني، ومن سب وليا لي فقد سبني، من سبني فقد سب الله. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، يقول مو هذا مقصودنا أنه يسبون الله، مو مجنون حتى يسب الله، وإنما ماذا يفعل؟ يسب أولياء الله. يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. بعد واضح اليمين والشمال ما هو، يعني الغلو التقصير ومثالب أعدائنا بأسمائهم، هذا اليمين والشمال، فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. واقعا خير الدنيا، هسه الآخرة خلونا. هذه الرواية التي قرأها كمال الحيدري من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث 63 من الباب 28 من أبواب الجزء الأول من عيون أخبار الرضا. الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 271. الرواية طويلة وتشتمل
على العديد من المطالب، لكن الأسئلة الموجهة إلي بخصوص ما تحدث عنه كمال الحيدري، فسيكون حديثي عن هذا الجزء من هذه الرواية الطويلة. ما قرأه كمال الحيدري جاء به وطبقه على أحاديثنا، على أحاديث أهل البيت. الرواية لا تتحدث عن أحاديث أهل البيت، وإنما تتحدث عن الأحاديث التي أنشأها المخالفون، وهي ليست موجودة عندنا، ليست في كتبنا، هي في كتبهم. هو جاء بمضمون الرواية التي يتحدث فيها إمامنا الرضا عن كتب المخالفين وطبقها على كتبنا. أي غباء هذا؟ لا أريد أن أصفه بالتدليس، وإنما أصفه بالغباء والجهل. هذا الغباء والجهل الذي يسيطر عليه بسبب بتريته، بسبب مرجئيته، بسبب عقيدته المقصرة، فهو يحاول أن يمزق أحاديث أهل البيت التي في كتبنا بأي وسيلة من الوسائل. سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم، أنتم استمعتم إلى كلامي فاستمعوا إلى كلامي. في الرواية نفسها، ما قبل هذه السطور هناك كلام يرتبط بالسطور التي قرأها، هو لم يقرأ. قال إبراهيم ابن أبي محمود، وهو شخصية شيعية من الشخصيات الشيعية المرموقة، قال إبراهيم ابن أبي محمود: فقلت للرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا، إن عندنا عند محدثي الشيعة، عند رواة حديث أهل البيت، لأنهم على علم بأحاديث المخالفين وبأحاديث العترة الطاهرة، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ليست من رواياتنا، فهي ليست موجودة في كتبنا. أتحدث عن كتبنا القديمة الأصلية، علماء الشيعة بعد ذلك في زمان الغيبة الكبرى جاءوا بها وأدخلوها في كتبنا، هذا أمر آخر. نحن نتحدث عن كلام يدور فيما بين إبراهيم ابن أبي محمود والإمام الرضا في زمان الإمام الرضا، فالإمام يتحدث عن أيامه، والسائل يسأل عن أحاديث المخالفين. دققوا النظر معي، هذا الذي قاله كمال الحيدري إن كان في قناة الكوثر أو كان في دروسه الحوزوية، هراء في هراء في هراء، لا علاقة له بالموضوع.
هذا مو يخوطب صفو الاستكان، هذا الاستكان موجود في الجهة الثانية من المحيط الأطلسي، هو قاعد يخوط في الطرف الآخر، وربما هو ما يخوط بصف استكانه، هو يخوط بصف استكان القاعد بصفه. من الآخر يعني هذا تمثلت، من الآخر هذا تمضرط، هو هذا تمثلت المراجع، هو هذا تمضرط العلماء. أتحدث عن العلماء البتريين، عن العلماء المرجئيين. إبراهيم ابن أبي محمود هكذا يقول للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم، يعني في كتبنا لا يوجد مثل تلك الروايات، وإنما هي عند المخالفين، مخالف أهل البيت، الغلاة مخالفو أهل البيت الذين ادعوا الإمامة لغير أئمتنا، الفطحيون مثلا الذين ادعوا الإمامة لعبد الله ابن الإمام الصادق، لعبد الله الأفطح، الإسماعيليون الذين ادعوا الإمامة لإسماعيل ابن الإمام الصادق، الزيديون بكل فرقهم، الخوارج بكل فرقهم، النواصب سقيفة بني ساعدة بكل مذاهبهم، المخالفون لمحمد وآل محمد كثيرون، وقد ألفوا كتبا وجمعوا فيها أحاديث ووضعوا فيها الروايات التي كذبوها على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذا موضوع لا علاقة له بأحاديثنا التي هي في كتبنا التي نعرفها. دققوا النظر معي، أنا سأعيد وأعيد حتى أطمئن أن الصورة صارت واضحة، لأن البتريين هؤلاء بهذه الطريقة يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، وقبل أن يضحكوا عليكم إنهم يضحكون على أنفسهم بسبب جهلهم وغبائهم وثولهم وقلة معرفتهم بمعارف العترة الطاهرة. هؤلاء براميل ملئت بقذارات النواصب وهم يتصورون أنهم على معرفة بمعارف العترة الطاهرة، هؤلاء أكياس مزبلة ملئوا بمزابل النواصب. والحديث أمامكم، أنا عرضت لكم ما تحدث به الحيدري وهو في غاية الانفعال، كأنه قد فتح لنا الفتوح بس ما ندري منين فتحها، من فوق لو من جوا فتحها. وقال من أنه لما تحدث بهذا الأمر على الفضائيات كان وكان، لأنه تحدث مع الحمير البتريين من الشيعة المشاهدين الذين يشاهدون القنوات الشيعية، منهم إنهم حمير مراجع النجف، وهم هم حمير كمال الحيدري. ما هو
صاحب الوثيقة الديخية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل، وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة صدوم فقش ديخ العربية فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة، والله هذا واقع الشيعة. ما هم الذين يتابعونك أنت تجعل منهم حميرا وتمتطي على ظهورهم بحديثك هذا يا أيها الحيدري. ابن أبي محمود يقول لإمامنا الرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم. يعني أن موضع حديث أهل البيت، أحاديث أهل البيت فيه وهي مشخصة معروفة واضحة، ولذا فإن ابن أبي محمود يقول: نحن لا نعرف مثل أحاديث المخالفين هذه في حديثكم. يعني أن كتبنا القديمة الأصلية خلية من هذه الأحاديث، هذه الأحاديث في كتبهم، في كتب نفس المخالفين، في كتب الغلاة، في كتب الإسماعيليين، في كتب الزيديين، في كتب الخوارج، في كتب نواصب السقيفة، وليس في كتبنا القديمة الأصلية. يا ابن رسول الله، إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم. مثلها عندكم أين؟ في كتبكم، في الكتب القديمة الأصلية التي عند أصحاب الأئمة. أفندين بها؟ فهل نعتقد بها؟ فماذا قال إمامنا الرضا؟ انتبهوا انتبهوا. فقال: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي الكاظم عن أبيه الصادق عن جده عليه السلام، عن جده السجاد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. هذا يعني هناك مساران، هناك مسار ناطق عن الله مسارهم وما نطقوا به في كتبهم، وهناك مسار ناطق عن إبليس، الذين نطقوا عن إبليس هم الزيدية الإسماعيلية
الغلاة نواصب سقيفة بني ساعدة، الخوارج وهؤلاء لهم كتبهم. الكلام واضح. من هنا ميز إمامنا الرضا بهذا التمييز، وقد ميز إبراهيم ابن أبي محمود في سؤاله. سؤال إبراهيم ابن أبي محمود واضح، هناك موضع لأحاديث أهل البيت وهناك موضع لأحاديث المخالفين، وأحاديث المخالفين لا تشبه أحاديث أهل البيت، وابن أبي محمود يعرفها كما يعرفها بقية أصحاب الأئمة. ما تحدث به بعد ذلك إمامنا الرضا تحدث عن أحاديث المخالفين. هذا الحيدري قفز على هذه الحقائق وجاء بكلام إمامنا الرضا الذي يتحدث فيه عن أحاديث المخالفين في كتبهم والتي لا علاقة لها بأحاديثنا، بأحاديث أئمتنا التي هي في كتبنا. أتحدث عن زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وفي زمن إمامنا الرضا فإنه صلوات الله عليه قد نقح كتب الحديث عند أصحاب الأئمة، لأنها قد تعرضت لتحريف من قبل الغلاة، ووضع لنا قواعد لتمييزها. من هنا في زمان إمامنا الجواد حينما سألوه أنروي هذه الكتب أعطانا الإجازة في رواية تلك الكتب، يعني أن الكتب قد نظفت، نظفها إمامنا الرضا. وحتى تلك الكتب التي قد طرأ عليها التحريف فإن أحاديث المخالفين التي سأل عنها إبراهيم ابن أبي محمود لم تكن موجودة فيها. القضية واضحة وصريحة جدا. ابن أبي محمود يقول لإمامنا الرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ هي في أجواء المخالفين وليست عندنا، أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. يعني لا تستمع إليه. هذا يعني أن أحاديثهم ليست موجودة في كتبنا. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله محمد وآل محمد، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس مخالف محمد وآل محمد. ثم قال الرضا بعد أن اتضح الأمر، اتضح الأمر من سؤال ابن أبي محمود فإن القضية واضحة لديه، ومن أن أحاديث المخالفين في أجوائهم وليست في أجوائنا، في أجواء شيعة الأئمة. أتحدث عن زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا أكد المطلب حينما
بين لنا من أن ناطقين هناك، ناطق عن الله وناطق عن إبليس، فصنف مسارين، مسار هو مسارهم صلوات الله عليهم وهو مسار الله، ومسار أعدائهم وهو مسار إبليس. ثم قال الرضا: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، وضعوا أخبارا في فضائلنا في أجوائهم، في أجوائهم، مثلما تقدم كلام ابن أبي محمود وتقدم كلام إمامنا الرضا، لكن الحيدري بتر كل ذلك ودخل مباشرة إلى كلام إمامنا الرضا عن أحاديث المخالفين وطبقه على أحاديثنا. الإمام يتحدث عن أحاديث المخالفين في كتبهم. يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو. هذا الغلو ليس موجودا في كتبنا، هذا الغلو موجود عند النصيريين، موجود عند السبئيين، موجود عند الخطابيين، موجود عند المغيريين، موجود عند الشعيريين، موجود عند فرق الغلاة وليس في كتبنا. على سبيل المثال، النصيريون في زماننا عندهم مكتبة خاصة بهم. في الأزمنة الماضية كانت كتبهم محدودة فيما بينهم، في زماننا هذا طبعت كتبهم. كتب النصيريين كتب غلو، كتب كفر، لا علاقة لنا بها. فإذا تصور البعض أن هذه الأحاديث التي في كتب الغلو افتروها على أئمتنا هي من أحاديث أئمتنا واعتقد بها فقد ضل. هم يكذبون على الأئمة. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء، أما كتبنا نحن فهي كتب نظيفة، وإمامنا الجواد أجاز لنا روايتها بعد أن نظفها إمامنا الرضا. وعدتكم من أنني سأحدثكم في مجموعة حلقات خاصة بتأريخ حديث أهل البيت، هي جزء من هذا البرنامج في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. سيكون عندنا حديث في مجموعة حلقات حول تأريخ حديث أهل البيت، وسأفصل لكم القول في كل هذه المسائل، لكنني أتحدث هنا بالإجمال. فالغلاة كذبوا على الأئمة. النصيريون عندهم مكتبة وعندهم كتب ملؤوها بالأكاذيب والافتراءات على أئمتنا. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء وأمثالهم. الزيديون كذلك، الإسماعيليون كذلك، هناك الكثير من الفرق عندهم من الكتب وعندهم من المؤلفات التي ملئت بالأحاديث عن الأئمة وهي مكذوبة على الأئمة، نحن لا علاقة لنا بهم. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء. نواصب سقيفة بني ساعدة
عندهم مكتبة كبيرة من الكتب التي ألفوها في أحوال محمد وآل محمد، وفيها الكثير من الأحاديث التي لا علاقة للأئمة بها. أضرب لكم مثالا، ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي، فيه من الأحاديث التي لا دليل عليها أن الأئمة قد قالوها، ولا يوجد مماثل لها في كتبنا. نور الأبصار للمؤمن الشبلنجي من كتب المخالفين، تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي، مناقب الخوارزمي، مناقب الشافعي، إلى سلسلة طويلة. يمتلكون مكتبة كبيرة من الكتب التي هي مشحونة بالأحاديث عن محمد وآل محمد، وكثير منها لا علاقة لمحمد وآل محمد بها. حتى في صحاحهم وجوامعهم الحديثية هناك الكثير من الأحاديث التي ينقلونها عن محمد وآل محمد لا علاقة لمحمد وآل محمد بها صلوات الله عليهم. إمامنا الرضا يتحدث عن تلك الأحاديث، ولا يتحدث عن أحاديث الأئمة التي رواها أصحاب الأئمة في كتبنا القديمة الأصلية. والرواية في هذا الجو وليس في جو كتبنا الحديثية. يأتي عصر الغيبة الكبرى، ويبدأ علماء الشيعة الأغبياء بنقل تلك الأحاديث في كتبنا، هذا أمر آخر، وهذا أمر يمكننا أن نتبينه الآن، ما هو بأمر خفي علينا. يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا. وسأضرب لكم مثالا عمليا، نفسه الحيدري هو يحدث في برامجه من كتب المخالفين التي هي في التقصير ويتبناها، هو نفسه الحيدري. ما هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم المرجئيون، هؤلاء هم المقصرون. أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه العناوين وهذه التفاصيل في كتب مخالفي محمد وآل محمد. بالنسبة لكتبنا فإن أحاديث المطاعن فيها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الأحاديث التي تذم أعداء محمد وآل محمد بالإجمال من دون تشخيص الأسماء.
المرتبة الثانية عندنا من الأحاديث ذكرت أسماء أعداء محمد وآل محمد بنحو من التعمية، إما انقلبوا الأسماء لفظا، وإما أن أطلقوا عليهم ألقابا معينة، أو كنوهم بتكنية معينة، وكل هذا نحن نعرفه. وهناك عندنا أحاديث صرحت بالأسماء، ولا بد أن يصرح الأئمة بذلك، فكيف سيوضحون الحقائق؟ الحقائق تحتاج إلى بيان. القرآن تحدث عن أعداء محمد وآل محمد، ولا بد أن يفسروه لشيعتهم، فكيف يفسرون القرآن لشيعتهم؟ في بعض الأحيان حينما تأتي الآيات تتحدث عن أعداء محمد وآل محمد فإن الأئمة يجيبون بالإجمال للظرف الزماني، للظرف المكاني، للملابسات الموضوعية. وفي بعض الأحيان يكون الجواب بنحو من التعمية وبإطلاق بعض الألقاب وبعض الأسماء على أعدائهم. وفي أحايين أخرى لا بد أن يصرحوا بالأسماء، وإلا ستضيع الحقائق، ستضيع الحقائق. وأنتم تلاحظون هؤلاء البتريين من أمثال كمال الحيدري، من أمثال السيستاني، من أمثال البقية الباقية، من أمثال الخوئي، من أمثال محمد باقر الصدر، هؤلاء يرفضون أحاديث أهل البيت وينسبون القبائح والنقائص لأهل البيت. عقائدهم، كتبهم، آراؤهم هي التي تصرح بذلك. ستضيع الحقائق، لا بد من ذكر الأسماء. هذا موضوع الإعلام، موضوع الفضائيات، موضوع المنابر، هذا أمر آخر. نحن نتحدث هنا عن أحاديث العترة الطاهرة. الفضائيات مسؤولة عن نفسها، المتحدثون مسؤولون عن أنفسهم، أنا مسؤول عن نفسي، وسين مسؤول عن نفسه، وصاد مسؤول عن نفسه. نخطئ، نصيب، هذا أمر آخر، هذه أمور شخصية لا علاقة لها بأحاديث أهل البيت. أهل البيت لابد أن يبينوا لنا الحقائق، ولا بد أن يشخصوا الأسماء. نحن قد نسيء التصرف، قد نحسن التصرف، هذا لا علاقة له بصحة أحاديث أهل البيت أو بعدم صحتها. أحاديث أهل البيت صحيحة، لا مجال للحديث في صحتها وعدم صحتها. الكلام في موقف الشخصي أنا، أو في الموقف الشخصي لسين أو صاد، في فضائية، على منبر، في درس، في كتاب، في أي موقف من المواقف، هذا موضوع آخر. لكن كمال الحيدري يخلط الأمور لأجل أن يضعف أحاديث أهل البيت، هذا هو الذي يريده، فهو في حرب مستمرة على حديث العترة. شأنه شأن السيستاني، شأنه شأن القوئي، شأنه شأن الوائلي، شأنه شأن مراجع حوزة النجف وكربلاء. ما هو كربلائي نجفي؟ كمال الحيدري في بدايته كان شيرازيا، كان في أجواء محمد الشيرازي، ثم انتقل إلى النجف.
إلى أجواء محمد باقر الصدر، انتقل من الأجواء الشيرازية القطبية القذرة إلى أجواء محمد باقر الصدر القطبية القذرة، ودرس عند الخوئي، وحينما انتقل إلى قم تتلمذ على تلامذة الخوئي في قم، وتوجه إلى الدراسة عند أساتذة العرفان في قم، جواد آملي، حسن زاد آملي، الأجواء التي دخل فيها. أتحدث عن العرفان النظري، فلسفة كالفلسفة، إنه التصوف الشيعي، وإلا فكمال الحيدري بعيد عن العرفان العملي كبعد السماء عن الأرض. وأنا لا أتحدث عن عرفان عملي ينتمي إلى محمد وآل محمد، وإنما أتحدث عن عرفان عملي في أجواء المدرسة العرفانية. فكمال الحيدري درس العرفان النظري، لا شأن لي وبما درس، لكنه في آخر الأمر صارت مشكلته مع حديث العترة الطاهرة، يبذل قصارى جهده لتضعيف أحاديث أهل البيت بكل ما يستطيع، أينما وجد شيئا بإمكانه أن ينتفع منه لتدمير حديث أهل البيت فإنه يبادر إليه. وهذا مثال ضربته بين أيديكم. ثم قال الرضا: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذه الأحاديث التي وضعها المخالفون، هل كانوا يرغمون الشيعة على أن يحفظوها أو أن يستمعوا إليها؟ وهل أخذوا كتب أصحاب الأئمة وأرغموهم أن يدخلوا هذه الأحاديث في تلك الكتب؟ هذه الأحاديث كانت في مجالس المخالفين، هذه الأحاديث كانت في كتب المخالفين، وهي موجودة إلى اليوم في كتبهم. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. إذا ما قرأ قارئ في كتب النصيريين فإنه سيجد الأحاديث مروية عن محمد وآل محمد، حينئذ سيقول: هؤلاء الشيعة كفار، هذه أحاديث أئمتهم التي كذبوها على أئمتهم. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود، انتبهوا إلى كلمات إمامنا الرضا، يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، لا شأن لك بالمخالفين وبأحاديثهم وكتبهم. إنها رسالة إمام زماننا إلى الشيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، كلامهم واحد. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا
فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه. تمسك بحديثنا يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا هو منهج أهل البيت، وهذا هو منهج أوليائهم، هذا منهج السلف الصالح. مراجع الغيبة الكبرى هم الذين تركوا، مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم. إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ذهبوا إلى كتب النواصب وجاءوا بالأحاديث وحشروها في كتبنا، لكننا نستطيع أن نتميزها ونستطيع أن نشخصها. هذا ما هو بأمر عسير. من هنا نشأ الحديث عن مشروع كلامكم نور، إنها محاولة لإنتاج نواة مكتبة شيعية تكون نظيفة من قذارات النواصب بحدود الممكن. هذا هو مشروع كلامكم نور. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا ذهب إلى جهة المخالفين، مثل ما فعل كمال الحيدري ومثل ما فعل السيستاني. جاءونا بعلم الرجال وبقذارات علم الرجال، وجاءونا بعلم أصول الفقه، وجاءونا بعلم الكلام، وجاءونا بقذارات ابن عربي في العرفان، جاءونا بكل قذارات النواصب. فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. هذه الكلمات قفز عليها أيضا كمهل الحيدري ولم يقرأها. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة، أن ينشئ رأيا من عنده. هي حصاة، هكذا وردت عن الأئمة، ولكنهم أنشأوا ما أنشأوا من منهج مبتدع أسسوه على قذارات النواصب، وبعد ذلك حكموا علينا لأننا تمسكنا بالمنهج القديم، بمنهج العترة الطاهرة. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة التي هي حصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. الإمام حدث ابن أبي محمود بهذه الحقائق الواضحة، وبين له من أنه يا ابن أبي محمود تمسك بأحاديثنا التي في كتبنا، التي نطق بها الناطق عن الله، ولا تعبأ بأحاديث المخالفين التي هي في كتبهم. وهذا بالضبط ما فعله مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى، أن هجروا المسار الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعتقد أن المطلب صار واضحا وواضحا جدا.
رجاء أعيد بث الفيديو الثاني، أتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين شرحي للرواية وبين شرحي كمال الحيدري، إنه من مراجع البتريين المرجئيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. ولذا تجد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، سلام الله عليكم أئمة أهل البيت اللي هذول مظلومين الدنيا هسه إن شاء الله في الآخرة بعد مو مظلومين إن شاء الله. هذا عيون أخبار الرضا، هذا اللي أنا الرواية اللي قرأتها في على الفضائيات مولانا اللي إلى الآن مسوية كذا. عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 272. قال الإمام الرضا، طبعا هذا إذا الإخوة يريدون يبحثون هذه الرواية أعزائي الباب حتى الباب 28 فيما جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا من الأخبار المتفرقة رقم الرواية 63، الباب 28 طبعات مختلفة رقم الرواية 63. الرواية هذا قال يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. عجيب، مخالفينا وضعوا أخبارا ماذا؟ في فضائلنا. بينك وبين الله هذا بنية حسنة لو بنية سيئة إذا كان مخالف، شنو؟ ما تقدر تقول لي بأنه بيني وبين الله هسه فضلا عن مؤيديهم، هذول مخالفيهم هكذا كان يفعلون. إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذا اللي الآن نستند إليه بعد كتاب البدعة وكتاب الاستغاثة ومطاعن ما أدري فلان إلى آخره. وذن لا أقل احتمال، أنا ما أريد أجزم هذا صحيح ذاك خطأ، لا أقل تحتمل أو لا تحتمل. هسه التفت لجيد، لماذا فعلوا ذلك؟ قال فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. وهذا اللي الآن أمامكم دا يحدث، وهو أنه دا يكفرون ويدا يذبحون الشيعة ويفجرونهم 200 في الهند وفي باكستان وأفغانستان والعراق وكذا. بعنوان شنو عزيزة؟ بعنوان شنو؟ بعنوان ذول الكفار مغالين مولانا. أنا أتصور حتى لو كانت هذه مقاماتهم يقينا ما كانوا يصرحون بها. لماذا؟ خوفا على من؟ على شيعتهم هم أساسا سلام الله عليهم. كانوا بعد ارجع لصاحب الحدائق يقول هم أوجدوا الخلاف في شيعتهم حتى يحفظوا من؟ حتى يحفظوا شيعته. فما بالك لعد يقولون هذا الكلام. التفت جيدا، يقول فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا احفظ جيدا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. ولذا الإمام سلام الله عليه ما يمنع يقول بأنه أنت الآيات القرآنية قالت ألا لعنة الله على الآيات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم كذا، مو مانعة، لا مو مانعة، هذيك عناوين عامة. نعم، المشكلة أين؟ شنو؟ في المصاديق، في الأسماء، هنا المشكلة. ولذا الرواية تقول سلبون أعداء بأسمائهم سلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والرواية موجودة ومعتبرة في روضة الكافية أعزائي، أول رواية وهي الرسالة الإمام الموجهة إلى شيعته.
قال ومن أظلم ممن استسب الله استسب الله فينا. ليش؟ لأنه يسأله سؤال يقول ابن رسول الله هؤلاء كيف يسبون الله؟ يقول لا، هؤلاء لم يسبوا الله، يسبوا أولياء الله فهو سب لله. من حارب وليا لي فقد ماذا؟ فقد حاربني، ومن سب وليا لي فقد سبني، من سبني فقد سب الله. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، يقول مو هذا مقصودنا أنه يسبون الله، مو مجنون حتى يسب الله، وإنما ماذا يفعل؟ يسب أولياء الله. يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. بعد واضح اليمين والشمال ما هو، يعني الغلو التقصير ومثالب أعدائنا بأسمائهم، هذا اليمين والشمال، فالزم طريقتنا. فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. واقعا خير الدنيا، هسه الآخرة خلونا. إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل المنهج البتري لكمال الحيدري فعودوا إلى برنامج بصراحة. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، وأنبه المشاهدين من أن كمال الحيدري هنا ينتقص من إمام زماننا ومن أخلاقه، معتمدا على ما ينقله من أحاديث المخالفين في التقصير بالضبط مثل ما تحدث إمامنا الرضا. إمامنا الرضا تحدث عن أن المخالفين قالوا وقالوا بحسب ما بينت لنا الرواية التي قرأتها عليكم، تطبيق عملي لنقل أحاديث المخالفين في التقصير للإساءة إلى إمام زماننا هو الذي يقوم به كمهن الحيدري وأمثاله مع إصرار من عنده على ذلك، وهذا هو الذي سيجره إلى منهجه البتري الضال، هو الذي جره إلى كل الضلال الذي يتبناه، مع ملاحظتي أنني أعتقد أن عقائد كمال الحيدري أفضل من عقائد الخوئي وأفضل من عقائد السيستاني. الفارق فيما بينهم أن كمال الحيدري صرح بعقائده، أما الخوئي والسيستاني فقد أثبتوا عقائدهم في طوايا كتبهم لم يصرحوا بها. وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئي والسيستاني، هذا الكلام عام. مراجع حوزة الطوسي، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، الجميع على هذا الضلال. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق. نعم، لا يمكن أن يكون ماذا ها بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق، لأنه ذاك لا يدانيه أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وينزل عنه في الخلق. نعم نعم، هذا الضراط الكمالي أمامكم ولا أجد تعبيرا آخر.
إنه ينقل أحاديث المخالفين. الكتاب الذي كان يقرأ فيه هو هذا الكتاب الذي بين يدي، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني من الصوفيين، المتوفى سنة 973، وهذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 422 فإن الشعراني صاحب هذا الكتاب نقل الكلام عن محي الدين بن عربي، يبايعه المسلمون الحديث عن إمام زماننا عن الحجة بن الحسن، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله. هذا التعليل الذي ذكره أخذه من الكتاب نفسه، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه. فماذا تقول عن القرآن وهو يتحدث عن أمير المؤمنين من أنه نفس رسول الله؟ ما هذا الهراء يا كمال، يا أيها الحيدري، ما هذا الضراط يا كمال؟ ما هو القرآن صريح في أن عليا نفس رسول الله؟ أهية المبالة، هل تنكرها؟ يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه، والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ هذا هراء النواصب. هذه الأحاديث المكذوبة على محمد وآل محمد. نقل هذا الكلام من الفتوحات المكية، أتحدث عن الشعراني. هذا هو المجلد السادس من الفتوحات المكية، كتاب الضلال والنصب، إنه قرآن العرفانيين، قرآن الصوفية والعرفانيين. العرفانيون يقرؤون في هذا الكتاب أكثر مما يقرؤون في حديث العترة وأدعيتهم وزياراتهم. هذا الكلام جاء مذكورا صفحة 40 في الباب 66 و300. الكلام هو هو. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهذا المضمون موجود في الأحاديث في كتبهم. كمال الحيدري نقل عن هذه الكتب، عن كتب النواصب هذه، وجاءنا بهذا الحديث الذي يسيء فيه إلى إمام زماننا مع إصرار منه. هكذا يقول: نعم وينزل عنه في الخلق، نعم نعم. ما هذا الإصرار؟ وما هذا الضلال؟ وما هذا الضراط؟ ووصف حديثك بالضراط لهو مديح عظيم. حديثك نجس يا كمال، حديثك قذارة يا كمال. الذي يعتقد بهذا المنطق يعتقد بعقيدة نجسة قذرة. هذه عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء. سيد الشهداء في يوم عاشوراء يتحدث عن علي الأكبر
فماذا يقول حين برز علي الأكبر إلى الميدان؟ اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. الحسين هو الذي يقول: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذا علي الأكبر، فهل هناك من مقايسة بين علي الأكبر وبين قائم آل محمد؟ علي الأكبر هذا شأنه صلوات الله عليه، وهذا التقييم ليس من علماء الرجال، وهذا التقييم ليس من المؤرخين وليس من الشيعة، هذا تقييم الحسين. وفي يوم عاشوراء: اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. إذا كان الحديث عن علي الأكبر بهذا المنطق، أنا أقرأ عليكم من كتاب مقتل الحسين للمقرم، وأعتقد أنكم تعرفون هذه المعلومة، لطالما سمعتموها من المتحدثين عن علي الأكبر: إنه أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. وهذا الأخبر يقول من أن أخلاق صاحب الأمر هي لا تشبه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله، هو يشبه محمدا صلى الله عليه وآله في الخلق لكنه لا يشبهه في الخلق. أنتم ماذا تقولون؟ رجاء أعيدوا فيديو كمال الحيدري. يقول: يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق. نعم، لا يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا؟ في الخلق، لأنه ذاك لا يدانيه أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وينزل عنه في الخلق. نعم نعم، من ضيع الله حظكم، حظ منهجكم، حظ دينكم. أمير المؤمنين ماذا يقول في حديث المعرفة بالنورانية؟ هم يضعفون هذا الحديث وأنا لا أبالي بهم، لا أبالي بهؤلاء المضاريط. هؤلاء ينتقصون من إمام زماننا. هؤلاء حينما أقول عنهم مضاريط هذا مديح عظيم لهم. هؤلاء قمامة، هؤلاء مزبلة، هؤلاء قذارة، ينتقصون من إمامكم. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. أمير المؤمنين هكذا يقول: لأن محمدا وآل محمد، لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، فلا تفرق بيننا. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي.
وهذا الخطاب خطاب أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر، حديث المعرفة بالنورانية، لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، فلا تفرق بيننا. ما هكذا نخاطبهم في زياراتهم، من أنني مؤمن بأولكم وآخركم، بظاهركم وباطنكم، بنفس الدرجة من الإيمان. إنني مؤمن بأولكم وآخركم بنفس الدرجة من الإيمان، بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم، بشاهدكم وغائبكم، بنفس المستوى. والقاعدة عندنا: ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. هذا هو منطق البتريين، وهذه قذارة المرجئة المقصرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 31 من الحلقة 7 من برنامج بصراحة، إنه يصف أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة. أحاديث أهل البيت عيون كدرة، وهذه الأحاديث الناصبية التي أنت تنقلها وتؤمن بها، ما هي هذه؟ هذه هي العيون الصافية. من طيح الله حظ منهجكم يا أصحاب العمائم، يا أيها المرجئة البتريون، صخم الله وجوهكم دنيا وآخرة. أعرضوا لنا الوثيقة. وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن، مو آية، كلمتين. هاي أوفوا بالعقود، كم كلمة مولانا؟ ها؟ وحقكم يعادل 5 جنطات من الروايات مولانا. هل أريد أتكلم باللغة العرفية مولانا؟ 5 جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا؟ لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم. والسند ما هو؟ قطعي. واللفظ ما هو؟ مو نبوي، إلهي. عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات، ويترك العين الصافية، لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات، مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات، فهي عيون صافية لعيون كدرة، عيون كدرة. ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية، الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطبطبائي، مو بتعبير القرآن. يسمي أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة، ويقول من أن في الحوزات يذهبون إليها. يا ليتهم في الحوزات يذهبون إليها، إنهم يذهبون إلى العيون الكدرة، يذهبون إلى عيون النواصب. سمعتم كلامه، هذا كلام أمير المؤمنين، وقارنوا فيما بين كلامه وكلام أمير المؤمنين. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 206، الحديث 9. حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده، بسند الكليني، عن مقرن عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات وسلام عليه،
بعد أن سأله ابن الكواء عما جاء في الكتاب الكريم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، سؤال عن آية في القرآن، وأجابه إلى أن قال الأمير في آخر حديثه: ولا سواء ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى محمد وآل محمد إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. العيون الكدرة عيون النواصب، والعيون الصافية عيون محمد وآل محمد. هذا الضراط الذي يضرط به كمال الحيدر أين تضعونه؟ يقول: من أن العيون الصافية القرآن، ومن أن العيون الكدرة الروايات الأحاديث. هل هناك من فارق بين حديثهم وبين قرآنهم؟ ما نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نفسر قرآنهم بحديثهم. هؤلاء هم مراجعكم، وهؤلاء هم علماؤكم، وهذا مثال من أمثلتهم. وكلامه هذا لا تصدق أن يعترضوا عليه في حوزة النجف وكربلاء. كثيرون في الحوزة يعتقدون بهذا الضراط وهذا الضلال. إذا ما رجعتم إلى برنامج بصراحة ستجدون أن آراءهم، أن آراء مراجع حوزة النجف وكربلاء أسوأ بكثير من آراء كمال الحيدري، وقد بينت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق. فعودوا إلى البرنامج وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية. هذا كلام أمير المؤمنين. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، إنها عيون النواصب، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، كل المراجع يخالفون منهج محمد وآل محمد، لكن كمال الحيدري يصرح بمعتقداته، البقية لا يصرحون. وإذا ما تحدثوا يتحدثون بعبارات مغلفة، وإلا فكلهم بتريون قذرون، مرجئيون مقصرون، ضالون قبيحون، من أولهم إلى آخرهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، ومن دون مجاملات ومن دون رتوش. يعجبكم كلامي؟ هذا أمر راجع إليكم. لا يعجبكم كلامي؟ أي طبكم طوب. أنا عندي رسالة أريد أن أوصلها، الذين يريدون أن ينتفعوا منها أمر راجع إليهم، الذين لا يريدون أن ينتفعوا منها أي طبهم طوب. لا علاقة لي لا بالذين يريدون أن ينتفعوا ولا بالذين لا يريدون أن ينتفعوا، وإنما أضع الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل
هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. نذهب الآن إلى الوثيقة رقم 28 من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة، حيث يتحدث كمال هذا عن أن التراث الشيعي إسرائيلي مجوسي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. موروثنا الشيعي يهودي مجوسي نصراني، لا ندري ما هي أصوله. رجاءً أعيد بث الفيديو مرة أخرى. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. الذي يتكلم بهذه القوة ويقول أنا أدعي وعلى الفضائيات، هذا يعني أنه يمتلك الأدلة القوية الواضحة وقد حقق في الموضوع إلى أبعد الجهات، هذا هو المفترض. لكن الذي سيتضح لنا من خلال حديث الحيدري نفسه مع تلامذته من أن القضية هي غازات كانت تدور في بطنه فلم يخرجها من أسفله، أخرجها من فمه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. ما ادري انت مو والله لا افكر باي شجره والله من يوم اللي طلعت على الكوزه وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا لا كنت مخطط له لا كنت كاتبه لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجمله قولها
أنا مقلت أبوه. يعني قبيلة ماكو أي. والله لا كاتب على دفتر روحه. من 12 هم ماتينا نزل الجو هذا الشيخ حسن القطيع قام يطلع على راسه. والله قام يطلع على راسه. قال أنت تدري هاليوم إيش قلت أنت؟ قلت شنو اللي قلت؟ وجه لوجه. إيه نزلت من الدرج. لا مو هو. بلي بلي. بالاستوديو ما أنت شيخ حسن القطيع هذا. فهو من أنزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعون عرفت شو؟ وبعض الأحيان مخاورات الجو وصل عادي من وعيون كذا فنزلت بالدرج يعني ما خلاني أطلب الوصل قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت له والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت له قلت له والله ما أدري في وقتها شفت الجو ذهني أنا قلت الظاهرة مو مؤوحة ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس اللي يقولون بابا هذا مريض مدري إيه أشي أقول لك أخو متدى تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محف العلمي أنا بدي أقول كل ما هذا عقل ما عنده لا ما استفز أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمالا أكون في شيء آخر عين ولا عين أم ما العبد مولى أو أنه إلهي أو أنه شيطاني مثلي ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي زين بيني ويكون هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الأمر قلت له ليش سويت أخذت وين تنوني الآن وين ليش قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش يجدوه قلت له ما صح يا إلهي في أولا والله ما أدخل في عالم الألفاظ حتى أنه أقول كذا أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجبر تشوفون جو أنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر ولكن هاي النظرية ما يمكن يوجد الشخصية اللي هو المتكلم فعلا هو وراي ده شكله يصير بهذا تطلع على الجزر ولا لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق ده اقولها يعني هسه الكل هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي نعم انا ما معد له هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول من بيننا بعض أن أحيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع أحسن تتوهها ويطرحها ويطرحها أحسن أبدا واي أحمد مو شوي واي مولان لا كاتبين لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي قال له قلت له أنت ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قعدت في الاستوديو لابد أني أقوله أقول أنت طبعاً من كتير يقول بابا هذا لا شعور ما بيتحكم أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أن تقوله تنطيها الفد واحد بيني وبين الله قراءة وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي عن الزراعة لو لا سمح الله مع حالة خلوه الزين هل يمكن هذا أقول ليش تروح؟ أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حشيت لك شاي أنت ويا نفسي هاي أقول على شنو حشيت شو تسوي؟ ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام وفي كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو؟ الظاهر ما كلك طاسة عاش كبيرة ومثقل هواية وغازات هذه وإلا شنو هالخرابيط هذه شنو الحشي هذا تخرج تحارب حديث العترة الطاهرة من دون تحقيق من دون علم من دون فهم من أقول لكم ذولا يضرطون ما تقبلون علي الآن شو تقولون هذا الذي يقوله ضراط في ضراط أو لا شو تقولون أنتم هذا مرجع سويتش بالتعبير العراقي
مسودا هذا هؤلاء مراجعكم، هؤلاء هم مراجعكم. لن أعلق أكثر من ذلك، وإنما سأعرض لكم جانبا من معتقداته وأفكاره من دون تعليق. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى برنامج بصراحة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 8 من الحلقة 2. أعزائي إلى هنا ألخص حتى إن شاء الله في غد ندخل البحث الجديد. التفتوا لي جيدا، إلى هنا اتضح لنا في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الأول، ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الثاني. إذن ننتهي إلى هذا، هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب كلا وألف كلا. لم يثبت لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة أبدا أبدا، كضرورة الصلاة أبدا، لم تثبت. ومن هنا فإنكارها يخرج من الدين أو لا يخرج؟ ها؟ لا يخرج من الدين، لا ظاهرا ولا ماذا؟ ولا واقعا. وبالمناسبة هذا قول الخوئي وقول محمد باقر الصادر وقول السيستاني وقول الجميع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري. الإمامة ليست ضرورة. رسول الله يقول لعلي: يا علي أنت أصل الدين. والقرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا وأمثاله من مراجعكم يقولون من أن الإمامة ليست ضرورة، بل إن الصلاة ضرورة من ضرورات الدين، أما الإمامة فما هي بضرورة من ضرورات الدين؟ ومن هنا فهي ليست أصلا من أصول الدين. هذا هو الذي يعتقد به مراجع النجف وكربلاء. الجميع 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 الجميع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، هذا كلام الجميع. حينما أقول لكم فروا من هؤلاء، نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، لأنني عارف بعقائدهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 9 من الحلقة 2 من برنامج بصراحة. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها، اللي عبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص، الإمامة بالمعنى الأخاص، الإمامة بالمصطلح الشيعي، عبروا عنها ما تشاءون، هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة ماذا؟ ها؟ ولا ضرورة ها؟ ها؟ لا لا لا، مذهبية بعدنا ما بحثناها في المرحلة الثانية. لا أصل من أصول الدين ولا ضرورة من الضرورات الدينية، لا حدوثا ولا بقاء. لا أعلق على هذا الهراء. تلاحظون أن الكلام نفسه مر علينا عند إسحاق الفياض، ومر علينا عند محمد باقر الصادر، ومر علينا عند السيستاني، ومر علينا عند الخوئي وعند البقية. الكلام هو هو، والضلال هو هو. حينما أقول المرجئ يعني المعمم، البتري يعني المعمم، هو هذا الذي أقصده.
وثيقة رقم 11 من الحلقة رقم 2 من برنامج بصراحة. أنا أقول الظاهرة الإسلامية الذين حاربوا مع علي في الجمل وصفين هذول ليش سكتوا؟ عمي روح اقرا كتبهم، 700 صحابي استشهدوا. مهم المهم اذا الحاله، اذا انا ما دا اتكلم الاسباب، انا دا اتكلم النتيجه. لا 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 اقول ليش رسول الله ما سوى الامامه مثل الصلاه؟ ليش ما سواها هالشكل من يوم الاول؟ هذا احسنتم، هذا اللي ما تدري هو اللي يقول ما سواها بدليل انه سكت المسلمون. هذا الدليل اني ما لك سكوت المسلمين وسكوت اهل بدر او هو سكوت الغدير كلهم سكتوا، وما استجاب 10 علي اللي يقول عندي 40 ان اقوم بهم. لا أقول هذا تحليل لقياس مع الفارق يا شيخ، أنا أنت هيدا تقيس حياتك. شوف إذا أنا إيش شوف مجموعة مثلا مؤسسة أقول هم قيس أقول عمي أرجع أقرأ التاريخ، أقرأ التاريخ أنه بيني وبين أقول 120 ألف صحابي سمعوا. إلى أن تقول مؤسسة عاية قد تقيس هذا بعشر تقيس الحاضر غائب على الحاضر. لا أقول لك، قلنا ما دش تاريخية لك أمور المؤسسات الآن وكان وجد ما هذا القانون اللي إحنا أول سويناه جسم على قانون قياس الحاضر على الغائب أو الغائب على الحاضر. صدقوني أكو دودة عندهم كلهم ذولا، ذولا أصحاب العمائم، العمائم السوداء، العمائم البيضاء الذين يقال لهم مراجع، يقال لهم آيات الله، عندهم دودة، أكو دودة تنبش، دودة تنبش من نوصل بالحديث إلى بيعة الغدير، يبحثون عن كل وسيلة لأجل تقطيعها، لأجل تشويهها، لأجل تحريفها، بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة. هذا في سنة 410، الآن الجميع ونبذوا العهد المأخوذ منهم، إنه عهد بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتقل بكم إلى الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. بالنسبة لي بلا إشكال مقدمكم لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من بعد في راحة راح أكلت من بعد قاعد في البيت مولانا أكل مطلوبتين مأكل هذا كان يجهز مرة يريد كذا هذا تابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أقدر أكل بس أنا حال خايف على صحتي ما أقول كان يخاف على صحتك ما يأكل أكيد على شنو ما يأكل إذا خاف صينة. ثم أنا قلت له بابا مرة زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مين وكل مرة مدوي هو مرة إذا أنتم خبصونا شو هو حامي هو مرة إذا زبت لي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعر بطن ولا أمير مين يقول ما من يقول أطول من؟ كل هذا لأنه إحنا نشعر أنت تأكل شو دخل إلى كل البيت الشعر تعتبر الكمال في عدم الأكل فتريد تنسب الكمال شو؟ تكليف الشخصي رواية معارضة لمن الصادق من الله تتوقع من هؤلاء السفلة يذكرون أمير المؤمنين في صلاتهم السرابي الذولة شيء طبيعي يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة إذا ما ذكر فيها أمير المؤمنين، ذكر أمير المؤمنين يبطل الصلاة، هذا هو الشيء الطبيعي. إذا كان كمال الحيدري يتحدث بهذه الوقاحة فصدقوني البقية أوقح منه في مجالسهم الخاصة.
كمال الحيدري لأنه سمع وقاحة الآخرين وهم أوقح منه. أتحدث عن كبار المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة. هذا هو الذي أنتم لا تعلمون به يا أيها الشيعة، الذي يجري في الكواليس. وهذا الكلام لم يكن علنيا، وإنما سربه بعض تلامذته. هذا كلام في مجالسهم الخاصة، هذا لم يكن بشكل علني في وسائل الإعلام، وإنما سربه بعض تلامذته. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من ضلال هؤلاء. بالنسبة إليهم بلا إشكال مقدمة، لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟ في راحة تمام. خلاص قاعد في البيت مولانا أجل، زين أجل، حتى كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين. أنا هم مدينة الآن والله يوميا أقدر أكون بس الآن خايف على صحتي، ما أعرف، كان يخاف على صحته ما يأكلش، ما يأكلش، ما يأكلش، ما يأكلش، إذا خاف صينة. ثم انا قلت يا بابا مره زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مره مسوي ومره انت انتم خبصتونا شو هو حبيب ومره انت ثبت لي كل حياتي شنو اذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه كبيره مولا لانه يبنى الانزعي بطين مولا شو عنده بطه مولا امير من يقول مين من يقول اصوغ مين كل هذا لانه احنا نشعر انت تاكل شو دخل الى كل البيت تعتبر الكمال في عدم الاكل فتريد تنسب الكمال شنو؟ هو التكليف الشخصي روايه معارضه لمن الصادق من الله قلت ليها سرسريه ذولا. نذهب الى الوثيقه رقم 34 من الحلقه الثامنه من برنامج بصراحه. نعم بعضهم صرح وبعضهم شنو؟ لا لا اخبر لا خلي يمشي ما تعيد انت سيد القول وانت سيد القول اذا الكل منكر راجع في الوجه كل منكر اسهل بكلام سيد القول بل هو المشهور المعروف وهو كذلك صادق لانه ما ثابت عند سيد القول وهو صادق صادق لانه اذا يريد يتكلم ضمن منهج سيد القول ماكو دليل على لا على اسقاط الجنين اكو ولا كذا لانه هاي الروايه التي يستدل بها واللي انا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين روايه عن ابن سنان ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان ومن محمد لو محمد وحيث ان محمد بن سنان شنو ضعيف جدا ضعيف وضاع احسنتم الى اخره فاذا شو يصير الروايه لا الروايه صح مجمله تسقط الروايه وسيد محمد سيف الله مسند على هذا من قال بانه ماكو عندنا دليل قال بانه بابا هذه سيد اخوي يقول بانها ما معلومه انه عبد الله ومنه محمد لمحمد لان هاي موجوده في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوه دلائل الامامه موجوده في البحار وجلد 41 موجوده في روايه كامله واحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت انه والله هذا عبد الله هذا مو شنو مو محمد بن سنان اصلا احنا اكثر قلنا لا اصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل كمال حيدري انت اثول والخوي اثول النسخ المخطوطة الموجودة في المكتبة الرضوية وحتى في مكتبة السيد المرعشي في قم لكتاب دلائل الإمامة السند الكامل فيه عبد الله بن سنان بس أنت أثول والخوي أستاذك أثول وهذا الأمر قد عرضته وأثبته بالأدلة لا أريد أن أناقش هذه القضية نذهب إلى وثيقة 35 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ أحسنتم هذه من هنا لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير لابد يحلوها المشكلة شلون حلوها
أنها بتول. أحسن، جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات لم يكون في علمكم، يكون في علم. لا تصورون أنها مختصة بالزهرة، بنات الأنبياء لا يحضن، تصورون فقط واردة في الزهرة. ما شاء الله روايات، ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا من هذا. والله أبحاثك يا كمال ليست مترابطة وإنما متضارطة، من ضراط إلى ضراط. أبحاثك متضارطة يا كمال. لا أريد أن أعلق على سخف هذا الحديث وعلى ضحالة هذه العقول وعلى بترية هذه العقائد وعلى حالة التقصير في واقع حوزة النجف وكربلاء وهذا العداء الشاخص الواضح لحديث العترة وثقافة العترة ولمحمد وآل محمد. مثل ما قلت لكم ذولا مجموعة سرسرية هتلية. وثيقة 36 من الحلقة 8 من برنامج بصراحة. بعد لا تنفع لكن بالدين ولا يسألوك لا عن السياسة ولا منو فكمت ولا أبدا عباسك يسألوه منو إمامك منو نبيك منو الله منو محمد خلص الدين على توكل على الله أبدا ولا يسألون لا عن الزهرة ولا عن كثر الضلع ولا أبدا هاي كل روايات وأقرأوها ولا أنا إلى لقيت بس هو اللي كان سؤال عن الولاية ولاية هم ما بيهم روايات من إمامه من إمامه مو من المحصول ما شرح معلوم شو كل هذا اقرأ انت كل تلقينا اقرأ ما في هذا اقرأ. لن أعلق على هذا الهراء وهذا الضلال، أريد فقط أن أبين لكم كيف يتعامل هؤلاء مع حديث أهل البيت ومع عقائد أهل البيت. وهذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، كمال الحيدري تحدث بهذا وسجل له الكلام. البقية من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة من مراجع حوزة النجف وكربلاء يضرطون نفس هذا الضراط، هذا الضلال موجود بينهم. وثيقة رقم 26 من الحلقة 4 من برنامج بصراحة. أقول لعله هذا لعله منطقه وين؟ خذ تنظانه سيئة مرة أنت تفترض أنه بابا يقينان على المباني ويعرف كل شيء وأنت يراحب لعله تبعيك على المدرس اللي الآن منطق الخلفاء هشبه لأنه هو فارض من رتبة السابقة الخلفاء حق وضابط فإذا شنو اللي يسوي حتى لو ينطق رسول الله يقول المصلحة في أنه ينطق رسول الله كما انا وانت بيني وبين الله شرطي عن حظ نقرا في تاريخ الائمه تنسوا لي العلماء انوشي قل هذا منطق الادلج هذا اينما تذهب. تقبلون هذا الحديث عن ائمتكم؟ وثيقه 12 من الحلقه 2 من برنامج بصراحه، إنه يطالبكم أن تحاسبوا إمام زمانكم وهو يحاسب إمام زمانه هذا الأثول الصقيع. ليش تخافوا؟ من حقكم شنو؟ أن تحاسبوا الإمام المعصوم ولا أقل. ماذا؟ أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا؟ لماذا سكت هنا؟ ولماذا صالحت هنا؟
ولماذا دخلت إلى بيتك هنا؟ ولماذا كنت كالأموات هنا؟ لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت؟ ولماذا أنت طايع حظك وهتلي؟ ولماذا أنت هكذا وقح وسافل وسرسري هكذا تخاطب إمام زمانك؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ ما هذه الأسئلة أيضا بحاجة إلى جواب. يا كمال يا كمال، وأي كمال؟ يا ناقص يا نقص ويا ناقص. رجاء أعيد ضلاله وهراءه هذا. ليش تخافون من حقكم؟ شنو؟ أن تحاسبوا الإمام المعصوم، ولا أقل ماذا؟ أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا؟ لماذا سكتت هنا؟ ولماذا صالحت هنا؟ ولماذا دخلت إلى بيتك هنا؟ ولماذا كنت كالأموات هنا؟ لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت؟ ولماذا أنت حمار يا حمار؟ لماذا أنت حمار؟ لماذا تتكلم بهذه الطريقة يا أيها البغل؟ هذه أسئلة بحاجة إلى إجابة أيضا. يا سربوت، يا أيها المرجع، يا أيها العرفاني الأصولي، من طيح الله حظك وحظ الحوزة اللي خرجتك؟ هذه الإساءة للإمام المعصوم قادته للإساءة إلى الله، وهو يسخر بالله ويتحدث ويسمي الله حج الله. وثيقة رقم 24 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. احنا قام روح هناك ذاك العالم يقوم باوع هذول ما فيش عليهم، ويحضر أنت عايز هنا الزهد وطيعان حظه وما أدري كذا. فإذا لاحظت بأخذت لاحظت بهلا ولاحظت سيد علي وما ربحنا ما حياة خلينا عند بينه وبين الله. إن شاء الله. ولهذا قلت أخاف يصير غير شيء، وإلا إحنا على المباني وأنا دا أمشي الله يعلم دا أمشي. ولكن أخاف أروح هناك يقول له إذا مش تبي يعني تزوج شنو حد زين عليك تزوج؟ رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الهراء وهذا الضلال. بفرمايد احنا قام روح هناك ذاك العالم يقوم باوع هذول ما فيش عليهم، ويحضر أنت عايز هنا الزهد وطيعان حظه وما أدري كذا. فإذا لاحظت بأخذت لاحظت بهلا ولاحظت سيد علي وما ربحنا ما حياة خلينا عند بينه وبين الله. إن شاء الله. ولهذا قلت أخاف يصير غير شيء، وإلا إحنا على المباني وأنا دا أمشي الله يعلم دا أمشي. ولكن أخاف أروح هناك يقول له إذا مش تبي يعني تتزوج شنو حد زين عليك تتزوج؟ رجاء اعرض لنا فيديو جعفر الإبراهيمي وهو يسخر من الله لأنه تلميذه من نفس المكان
هم يسمعون الذي يجري في الكواليس فينفلت على ألسنتهم ما ينفلت في بعض الأحيان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو وكيف أنه يسخر من الله مثلما يسخر هذا المرجع، ولكنه يرقع سخريته بسخرية أخرى بالصلاة على محمد وآل محمد. العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حقه، فودوه الملائكة، ودوه عيسى ابن مريم قال لهم ما شايفه، والنصارى ودوه موسى قال لهم هم ما شايفه، واليهود ودوه النبي قال لهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب، وين ودوه؟ ودوه لله تبارك وتعالى. قال لك ودوه الله، الله مباوع عليك، قال انت من خالقك؟ صلوا على محمد. هذه مجالسكم، ذول القاعدين، هاي المطايا القاعدة تضحك، قبل النكتة يسوون صلوات وبعد النكتة يسوون صلوات، وهذا دينكم؟ متاعكم متاعكم لكم انتم، شنو هتلية سرسرية من يا صنف؟ مراجعكم هتلية، خطباءكم هتلية، انتم هتلية، انتم من يا أمة؟ طحين الحظ على هالدقة. وثيقة رقم 4 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، ماذا يضرط المرجع في هذه الوثيقة؟ يقول من أن الاعتقاد بحياة الإمام الحجة له فائدة فيه، بعبارة أخرى من أن الاعتقاد بوجوده له فائدة فيه، هو الذي يقول كمال الحيدري. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو؟ بإمامته. والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية أصلا حياته. إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر سنة. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو؟ بعصمته. ما الفرق بين الاعتقاد به او بالاثني عشر بهذا الوقت؟ انا فهمت سؤال عندي اصلا استاذ، شو الموضوع غير مكان، فهمت سؤال. هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي فالدليل يقول بانه اساسا له اثر. لا 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 اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو؟ شنو اثره؟ اذا كان امامي امام الان ظاهر وحي ويترتب علي يعني اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب الاثر. اما الان انا والسني، انا والسني هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد شنو بحياتي، ما الاثر المترتب؟ اعطيني اثر واحد. نفس الكلام في وجوده تعالى انا والكافر. يا انا والكافر مثلا. لا هذاك الشريعه اكو، النبي اكو، دين اكو. لا الوجود لا 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 اثر اكو. انا مقصودي اين اثره؟ اين اثره اللي الان يرتبط يغير من حياتي شيء؟ لكن إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد بشنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي دار والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويغلط هذاك صاحبنا يفوش يسوي ينكر وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو. هنا إذا أنا أقول يترتب علي أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بالإلكتروني، ارتباط ماله معجز تكويني أبدا. كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات، هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن كثيرا أكون مثل أنا لا أعتقد بأنه لابد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه؟ هذه قضية مفهومية لا في واضح ولا نقل الولاية من أياه من الإمام الحادي عشر، من الإمام الحادي عشر. عندك روايات إمام الصادق وهكذا روايات روايات الهدي الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب؟ أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي بابا
ما بعتقد وجوده. أنتم بعتقد قلوا لنا أنتم شنو فرقكم عنه؟ تأخذون دينكم من العلماء خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علم علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون شنو وقد يخطئون. إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيض وآثار هذا النيام آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة. أحسن لا أستلغم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا أثر. مثل من قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح، هذا الأثر من يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد، أنت حياتك تكوينية تعيشة، الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء. إذن ما هو الثمرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا انه هذا ما القضيه التركيز على حياته، هذه الدكان مال الشيء. ليش؟ انه هم شافوا اذا ما يركزون على حياته ما يقدرون يعطون مشروعيه لدور المرجعي او يتميزون وهكذا. ايش عشان وثيقه رقم 6 من الحلقه الاولى من برنامج بصراحه، كمال الحيدري يوافق أحمد الكاتب في إنكار ولادة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. تمام سيد، ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر، الثاني عشر أحمد الكاتب. لا هو يقول لا مو صدفة، هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا هم أدري أقول وصالك صريحة، المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالات ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية. لن أعلق أكثر مما علقت، وضعت الحقائق بين أيديكم وبينت لكم الموقف الشيعية البترية المرجئية التقصيرية من حديث أهل البيت في أجواء المراجع البتريين، وأخذت كمال الحيدري مثالا، لكنني لأجل التذكرة أعيد بث الوثيقة 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. ما أدري هذا مو والله لا أفكر بأي شجرة، والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث للروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي ترى هاي الجملة قولها أنا قلتها يعني قبل ماكو أي والله لا كاتب عجبت روحك من 12 همات هنا نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطيع قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي وجه لوجه. اي اي نزلت من الدراج. لا مو هو بلي بلي. بالاستوديو ما اتشقت بلي. فهو من انزل مولاني يقعد كاملا لم يسمعني. كاملا هو يقعد جوه ويسمعوه. عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات والطلعات يقعدون كذا. فنزلت بالدراج بعد ما خلاني اطب الوسط. قال لي انت تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت قلت والله ما ادري في وقتها اجت الجو ذهني انا قلت يعني هذه الظاهره مو اروح ما ادري اعوذ بالله ما ادري انا انت اروح احللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما ادري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل علمي انا بدي اجاوب اقول ما هذا عقل ما عندي خلاص
لا ما استفدت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال ان اكون في شيء اخر أي ولا عن أن ما العبد مولى أو أنه إلهية أو أنه شيطانية مثلنا. ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد ويبك قال لي فاليوم ما شكيت الأمر قلت له ليش سويتي أخذت وين تنوني الآن وين ليش قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش تدور في لا والله ما أدخل في حالة من ألفاظ حتى أنه يقول كذا أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجهة تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية بالجهة ولكن هاي النظرية ما المحسنين من الشخصية اللي هو المتكلم فعل هو وراي ذلك كده يصير ذلك كده تطلع على الجزء لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق دا اقولها يعني هسه الكل هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي انا ما معد له هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول فيما بيننا بعض أن أحيانا جمال السيد بعض النظريات تطبع أحسن يسويها ويطرحها أبدا واي أحمد مو شوي واي منان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له أنت ترى هذا ما كنت تحضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد أني أقوله أقول أنت طبعاً من تفوز يقول بابا هذا لا شعور ما الذي يتحكم أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أن تقوله تنطيها الفد واحد بيني وبين الله قراءات وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة لو لا سمح الله مع حالة خلوة الزين هل يمكن هذا أقول يجب تروح أنا أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت اللي حجاية أنت ويا نفسي هاي أقول على شنو حجيت شو تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو سؤال وملاحظة السؤال أقول هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هذا هو جزاؤنا لمحمد صلى الله عليه وآله الذي كان يقول أنا أجيركم فاعطوني أجري أنا أجيركم اللهم لعن من منع الأجير أجره هو الذي يقول صلى الله عليه وآله وبعد ذلك يقول وأنا أجيركم هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله والله ما عندي تعليق ما عندي كلام لكن الأمة أمة غادرة لكن الأمة أمة فاجرة وهؤلاء هم الذين يكون لهم المكان وتفتح لهم الأبواب ويتبعهم الناس وإمام زماننا متروك مهجور غدروا به ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا مصداق من مصادق حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا السؤال
أما الملاحظة لابد أن تعرفوا، وأقولها بصدق، من أن بترية كمال الحيدري أقل بكثير من بترية السيستاني وبقية مراجع النجف وكرم.